قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. عدالة ومحاكمة الخليفة، أين أعلن قاضي محكمة الجنايات عنتر منور المكلف بقضية الخليفة عن الشروع في توجيه استدعاءات للشهود ابتداء من اليوم؟ ولمعرفة الأجواء الأولى للمحاكمة نربط والبث مباشرة مجلس قضاء البليدة مع وليد بوهرة. وصباح الخير وليد. صباح الخير زهور. إذن الأمور هنا في مجلس قضاء البليدة هي عادية، اليوم 11 من محاكمة الخليفة. يعني كما قلت أعلن القاضي عن بداية الاستماع للشهود ابتداء من يوم الخميس المقبل هذا، وستوجه الاستدعاءات ابتداء من اليوم. يعني اليوم توجه المحكمة استدعاءات للشهود للحضور يوم الخميس المقبل. سيكون كذلك بعض التفاصيل التي أعطاها القاضي أمس في نهاية الجلسة، قال بأنه سيتم الاستماع يوميا على الأقل لثمان متهمين للإسراع من وثيرة استجواب هؤلاء المتهمين. في للعلم أن المتهمين المتبقين هم متبعين بجناح مختلفة، جناح الرشوة، جناح استغلال النفوذ، جناح تلقي مزايا غير مستحقة. هذا وكذلك يعني سيتم كما قلت استدعاؤهم إما عن طريق الهاتف أو عن طريق توجيه استدعاءات مباشرة إلى عناوين إقامتهم. سنوفيكم بتفاصيل أخرى عند بداية أو عند انطلاق المحاكمة. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.